الترحيب بكم له بداية ولكن ليس له نهاية. مع كلمة ترحيبية لضيفينا الكريمين يلقيها نيابة عن المضيفين الأستاذ الشيخ محمد أبو الردة أبو المطرفين. وسبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حضورنا الكريم، أحييكم بتحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. عفوا، تظنوني مازحا؟ نور وجوهكم خط المكان حتى ظنن أبا عبد الرحمن أن المساء صباح. يشهد الله أنكم نورتمونا في هذا المكان. ضيوفنا الكرام، نرحب بكم على شرف الشاعر الكبير تركي بن عطالله الميزاني أبا نايف، والشاعر الكبير عبد الله بن عتقان السلمي أبو هداد. حقيقة أبا عبد الرحمن ليس شاعرا، والمكان ملتمس بالشعر، وأخاف أني أخش في متاهة بين هؤلاء العمالقة تحسب علي في هذا المساء، ولكنني أستشهد ببيت لشاعر كبير رحمة الله عليه مطلق بن حميد الثبيتي، يقول: لو أجمع كل ما قاله من الترحيب قبلي من نزول آدم على الدنيا ليا هذا الدقيقة، ما وفيت بواجب اللي شرفه قدري وحسني من صناديد الرجال اللي مراجلهم حقيقة. شعارنا الأكاذيب. تكلم المقدم بما هو قليل، ولا أستطيع في هذه العجالة أن أوفيكم حقكم. لقد سطرتم الكثير لأنفسكم ولمحبيكم ولقبائلكم، كتبت أسمائكم بحروف من ذهب في التاريخ. ولو أتكلم لا كتبت مجلدات في هذا المساء عن تركي الميزاني وعن عبد الله بن عتقان. وما لفت نظري في هذا المساء هو الوفاء الذي يدرس في مثل هذا المساء للأجيال. أنتم أسرة واحدة، الله أكرمكم بمحبة الناس وهذه نعمة، وفاء زملائكم الشعار ومحبيكم في هذا المساء ليس بغريب، فنحن ديننا واحد ووطنا واحد ومليكنا واحد ورايتنا واحدة، وليس بغريب أن نتجمع في هذا المساء لإكرام هؤلاء الشاعرين. هذا ديدن المملكة العربية السعودية منذ موحدها الملك عبد العزيز إلى سلمان الحسن، وأسأل الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في هذا البلد، وأن يحفظ ولاة أمرنا. حقيقة كلفت في هذا المساء أن أذكر أسماء المضيفين في هذا المساء، وأنا أقول لكم ولساني حالهم يقول ذلك، والله
لو كل شخص منا عمل مكرمة لكل واحد منكم، إنكم تستحقون ذلك ونحن نقدر على ذلك، ولكن احترمنا وقتكم واحترمنا ظروفكم فاجتمعنا لكم محبة لكم، فحياكم الله. الأسماء التي شاركت في هذا المساء أنا اعترضت أن أعلنها لكم، ولكن في هذا المساء اللي ما يشكر الناس لا يشكر الله، ولازم نعطي كل ذي حق حق. مكرمينكم في هذا المساء الشاعر عبد الحميد الفهمي، الشاعر عواض الشهيد، محمد بن طمحي، طبعا ابلغي لغه شاعر يعني عشان اعذروني بطول الشهر، محمد بن طمحي، عبد الله الذيابي، عبد الله القهرامي، غالب ابو كتيبه، سلطان المنصوري، سعيد الشهيب، خالد مقبول العصيمي، عبد الله العصيمي، مشعل الجعيد، عبد الله الجعيد، حمد الجعيد، عيضه الثبيتي، محمد غازي الشيباني، محمد عوض النفيعي، عائشه الثبيتي، محمد مرزوق الثبيتي، سلحان الوليناني، محدثكم محمد بن رده بن مطر الخديك. موجود ذكرت اسمه، عفوا لو سقط بعض الاسماء، موجود عيد الجعيد، عيد الجعيد قلت بعد مشعل الجعيد، وانه ان سقط بعض الاسماء انا اتحمل المسؤوليه. حقيقه الذي لا يشكر الناس لا يشكر. هناك رجال قدموا معنا في هذه المناسبه، البطاقة الأولى سوف تصرف للشاعر الكبير عواض بن هليل الشهيد، جزاك الله خيرا أبا متعب، كنت مؤسس وواضع لبنة البداية لهذا التجمع، جزاك الله خير وأصلح لك النية والذرية. هناك رجل أطلق عليه الشاعر الكبير عبد الله القذامي، وين عبد الله القذامي؟ هو حاتم الشعار، حاتم الشعار، حمد الجعيد، يستاهل. أبو لافي دائما يجمنا في هذه وفي غيرها، وبيض الله وجهه ووجيهكم معه، هو جمنا بالمكان وانتم جمنتونا بالحضور، وجيتكم الليلة والله أنها تحسب عندنا كل خطوة مما يأتينا الجبال. مرحبا، الله يحييكم ترحيما. أشكر رجل الأعمال عائشة البيتي، دائما حاضر مع قبيلة عتيبة في كل المناسبات، وبيض الله وجهك يا عائشة. لو بعدد الشكر أتعب، ولكن ما خلدت، كلفوني ربعي أن أقول المناسبة وأصحابي، لست أفصحهم ولا أكثرهم ثقافة ولا أكثرهم جراءة، وإنما أنا محمد الخليدي خادم لجميع أصحابي وأصدقائي وشعار المملكة العربية السعودية بأي مكان وبأي زمان. شكرا لكم على حسن الاستماع، إن أصبت فهو توفيق من الله، وإن أخطأت البسوا لي ثيابكم وأرجو المهجر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.